السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم في وصفة من وصفات مطبخ موني. النهاردة هنعمل فرخة محشية بالفريك. المكونات معانا سهلة قوي ومتوفرة. ده فريك أنا غسلاه ونقعاه من قبلها بليلة. معانا حوالي 3 4 معالق صلصة، هنستعمل منهم شوية للفريك وشوية هنحطهم في تتبيلة كده للفرخة من بره. معانا كمان بصلاية متقطعة علشان الفريك، وطبق شوربة، أي شوربة بقى موجودة، ومعانا فرخة أي حجم المتاح عندكم، ملح وفلفل أسود وبصلاية وورق لوري وحبهان علشان نسلق الفرخة، وكمان زيت، زيت علشان نشوح فيه البصلة. وهناخد المكون السحري، معلقة عسل تحفة تحفة تحفة، بتخلي الفرخة طعمها جميل، ما بيبانش اي سكر. دلوقتي ادي قدامنا المكونات، هنبدأ بقى بالطريقة ونقول بسم الله. طاسة على النار حطينا البصلة، وهنحط حوالي معلقة زيت علشان ايه نحمر البصلة، ونحط شوية ملح، دلوقتي البصلة اتدبلت خالص على النار، هنبدأ نضيف الفريك، احنا مصفيينه كويس يا جماعة، ونقلب. نحط رشة فلفل اسود، ومعلقتين، هناخد شوية من الصلصة دي، دي صلصة عادية خالص بالطماطم والبصل، ناخد شوية يعني، دي كانت عندي فقلت ان انا استعملها، انا مش بحب ارمي حاجه بصراحه، وتدي طعم حلو. دلوقتي كمان هنضيف الشوربه، يفضل انها تكون شوربه سخنه يعني، ونوطي عليه النار لغايه لما يستوي. ودلوقتي كدور العسل معانا، انا خدت منه معلقه هنا، مش هي مش باينه قوي اهيت، اخدت منه معلقه صغيره. دلوقتي بعد ما حطينا معلقه العسل، دلوقتي الفريك جاهز ان احنا نحشي بيه الفرخ. هندعك الفرخه من جوه بشويه ملح وفلفل اسود مع بعض، اهيت دعكتها كويس قوي. بعد كده هنعمل ايه بقى، هنحط كده، نخلي الفرخه تاخد وضع الوقوف كده عشان تعرف تاخد اكبر كميه من الحشوه، نحشي كويس قوي. احنا دلوقتي حشيناها زي ما قلت، هنقفلها بقى ازاي، يا اما تخيطيها، وساعات بعمل كده عشان اضمن انها ما تتفتحش قوي، او بحط الخلة، بجيب خلة وبقفلها كده عادي، كل ده شغال في الغالب يعني، بستعمل الخلة اسرع كده تمام. هي اول ما هتسقط في الميه اصلا وكل ده هيتقفل. نيجي بقى على خطوه مهمه جدا، وهي نيجي كده بنطرف من هنا من عند الضلع، من الحته دي نعمل ايه، بطرف السكينه ونعمل زغه صغيره كده، ومن الناحيه التانية زغه صغنونه. وبعدين ليه؟ علشان هو الفريك استوى، بس عايزين نشبعه كمان بالشوربه بتاعت الفرخ. بعد كده هنجيب حله، طبعا الميه في الكتل بتغلي، هنجيب حله ونحطها كده، نحط الفرخه، ونحط معانا بقى ايه البصله، ونحط الورق اللوري، والحبهان، والفلفل الاسود، ونزود الميه اللي بتغلي، ونسلقها عادي خالص كاننا بنسلق فراخ. ودي الفرخه بعد ما اتسلقت كويس. هنجيب بقيه الصلصه اللي كنا حاطين منها معلقتين على الفريك، ونحط عليها معلقة عسل اهيت، متخافوش مش هيبان في الطعم خالص، بيخليها تحمر كويس قوي، وبيخليها كمان كريسبي، ونقلبهم كويس. كده هوت ندهنها كلها وندخلها تحمر من الناحيتين، يعني انا التكة اللي انا عملتها دي علشان ما نحمرش في زيت. بندهنها زي ما حضراتكم شايفين كده من الناحيتين، من فوق ومن تحت، وايه
وندخلها الفرن. وده بيكون شكل الفرخة بعد ما حمرناها تحت الشواية في الفرن. وشايفين حضراتكم العسل لما حطيناه عليها، حمرها من كل ناحية وخلاها كريسبي، وبنقدمها كمان مع الفريك، وبتكون وجبة كاملة مفيدة جدا. أتمنى إن انتوا تجربوها، وإذا عجبتكم الوصفة يا ريت تشتركوا على القناة بتاعتي وتفعلوا زر الجرس، وما تنسوش اللايك والشير. وبألف هنا وشفا.